استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر القضيبية هذا اليوم فخامة الرئيسة كاتالين نوفاك رئيسة المجر الصديقة والوفد المرافق بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة زيارة فخامتها لمملكة البحرين. ولدى وصول ضيفة البلاد الكريمة إلى قصر القضيبية جرت لفخامتها مراسم الاستقبال الرسمية وعزف السلمان الوطني المجري والملكي البحريني فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة فخامتها. وسلام مملكة البحرين.
ثم صافحت فخامتها كبار المستقبلين من الجانب البحريني، فيما صافح جلالة الملك المعظم أعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيسة. بعد ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة العاهل المعظم اجتماعا ثنائيا مع فخامة رئيسة المجر، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون والصداقة الوثيقة بين البلدين الصديقين ووسائل تعزيز وتطوير مسارات التعاون المشترك على كافة الصعد بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين الصديقين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك. فيما أعربت فخامتها عن شكرها وتقديرها لجلالته على ما حظيت به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. بعد ذلك عقد جلالة الملك المعظم وفخامة رئيسة المجر جلسة المباحثات الموسعة بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما حضرها أعضاء وفدي البلدين، حيث تفضل حضرة صاحب الجلالة بإلقاء كلمة سامية. محمد بن عيسى آل خليفة will award President Katalin Novak of Hungary the award of Sheikh عيسى بن سلمان آل خليفة in appreciation of her great efforts and contributions. Her Excellency Katalin Novak, President of Hungary, will award His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of the Kingdom of Bahrain, the Order of Merit of Hungary. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيسة كاتالين نوفاك رئيسة جمهورية المجر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نرحب بفخامتكم والوفد المرافق في ضيافة مملكة البحرين، وأن نعرب عن بالغ اعتزازنا بعلاقات الصداقة الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين بلدينا، مؤكدين بهذه المناسبة الطيبة على حرصنا ورغبتنا الخالصة للمزيد من التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالحنا المشتركة. ولا يفوتنا هنا إلا أن نشير إلى زيارتنا الرسمية التي قمنا بها لبلدكم الصديق قبل حوالي 3 أعوام، حيث أتيحت لنا فرصة التعرف على إرث المجر ومنجزات شعبها الحضارية على مر تاريخها العريق والتي حازت على إعجابنا الكبير، إلى جانب ما شهدنا من نهضة عصرية متسلحة بالتحديث العلمي والسبق المعرفي ومتحصنة بقيم التعايش السلمي المتحضر، وجميعها مجالات نهتم بها ونحرص على انعكاسها ضمن مسارات تعاوننا المشترك. ويسرنا أن نعرب لفخامتكم عن ارتياحنا من سير أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة وما توصلت له من نتائج طيبة ومبشرة بالخير والنفع لبلدينا الصديقين، بالإضافة إلى ما تبذله من جهود حثيثة على مستوى التعاون السياسي لتنسيق المواقف تجاه كافة التحديات والقضايا الإقليمية والدولية، وجميعها مخرجات قيمة ستثري دون شك مسيرة عملنا المشترك.
وكما نطمح له معا لتقوية وتنمية علاقات الأخوة والصداقة بين البحرين والمجر. ومن منطلق اعتزازنا لكل ما يربط بلدينا الصديقين من آمال وطموحات تعزز من تقاربنا الإنساني، فإنه لا يسعدنا أن نمنحكم وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أعلى وسام، والذي يعبر عما تكنه بلادنا لجمهورية المجر الصديقة من تقدير واحترام ومحبة كبيرة. فأهلا وسهلا بكم وبالوفد المرافق مرة أخرى، مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم تفضل حضرة صاحب الجلالة بمنح فخامة الرئيسة المجرية وسام الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة من الدرجة الأولى تقديرا لجهودها في دعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين، فيما قامت فخامتها بمنح جلالة وسام الاستحقاق جراند كروس، وهو أعلى وسام يمنح لرؤساء الدول تقديرا لدور جلالته وجهوده في تعزيز علاقات البلدين الصديقين. It is for me personally also a great honor to be able to visit your beautiful country, Bahrain, being also the first Hungarian president visiting your country ever. So I think that we can say today's visit is a historic step in our bilateral relations. And I very much hope that it will also be reflected in the further steps we make towards strengthening our economic ties, our cultural ties, also tourism, and putting even more emphasis on our bilateral relations in the future. Thank you so much, Your Majesty, for your commitment and your government's commitment. And I can assure you that Hungary is also ready to be a close partner for Bahrain in Thank the future. You. Our cultures are seem to be different from each other, but in depth they are also quite alike, because we value our traditions, we value our traditional families, we value our cultures, and we don't want to give up on our culture, we don't want to give up our families, we don't want to give up our national identities. So I think that is something that brings us very close to each other. For me, being a mother of three children, I can also assure you that being a mother or being a father, I think that's the most meaningful part of our lives. I cannot even compare it to anything else. And I think that we can also deliver the message of having strong family ties. It is the cornerstone of our nations. Without strong families, we don't have strong nations either. And if we speak about the economic potential we have among our two countries, then I am very happy that we can today also sign two agreements or a memorandum of understanding between two companies, two countries, let's say, which could also mean an even stronger cooperation economically in the future. And I'm very thankful that Your Majesty is also supportive in these programs, just as we Hungarians are. I also have to share with you our deep sorrows and our very tragic thoughts about the war which is happening just in our neighborhood. You know that Hungary is a direct neighbor to Ukraine, where the war is just right now going on. And I don't know, Your Majesty, how much you are familiar with the fact that 150,000 Hungarian people live in Ukraine, in Subcarpathia, so in the, on the territory of Ukraine. They are also directly threatened and affected by this war. We also lose Hungarian lives in this war. And I think we can also share a common point in saying that we should take an end of this war. We should put an end to this war. We should have ceasefire the soonest possible, and we have to achieve peace negotiation and peace. Because in this region as well, you know what it means to have peace. And I think you are also somebody, Your Majesty, who can understand the importance of peace and the value of peace. So we very much count on you on emphasizing the importance
of a peace the soon as possible also in that region, in Europe, so that we can safeguard our peaceful lives also for the Hungarians, for the Europeans, because we are very much frightened and affected by this war and the potential escalation of this war in Ukraine. So, Your Majesty, once again, thank you so much for the invitation. Thank you so much for the great hospitality. And thank you that we can share our thoughts with each other today, and also that we can enjoy the great Bahraini hospitality, all of us. Thank you. Thank you. هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم مأدبة غداء تكريما لفخامة رئيسة المجر الصديقة والوفد المرافق، وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية. شهدت العلاقات البحرينية المجرية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة في ظل الرؤية الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لتطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة تحقيقا للتواصل البناء ودعما للمصالح المشتركة بين المملكة وبين هذه البلدان، وذلك انطلاقا من نهج السياسة البحرينية الخارجية المنفتحة على الدول، وهو الأمر الذي اتضح جليا في زيارة جلالة الملك المعظم إلى هنغاريا في عام 2019. وشهدت مملكة البحرين ونظير تطور العلاقات مع المجر عقد أول اجتماع للجنة البحرينية المجرية الاقتصادية المشتركة في بداية عام 2022، وهو الذي أتى تفعيلا لمذكرة التفاهم في مجال التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين الصديقين، إذ نوه وزير الخارجية في هذا السياق بأن الاجتماع كان مثمرا وبناء وسيسهم بلا شك في دعم التعاون المشترك بين البلدين. ومع بداية العام الجاري بحث البلدان مسار التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية وجهود البلدين لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بما يعود بالخير والنفع على البلدين الصديقين، كما تم بحث فرص تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات السياسية.